نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الإسكندرية لدعم مرشحهم الرئاسي بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض رموز الوطنية وقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا. يعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الثاني للمرشح الرئاسي حازم عمر لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات. المؤتمر ده من ضمن خطة المؤتمرات الانتخابية اللي بيحضرها قواعد الحزب ونوابه وقيادته في المحافظات دي، علاوة على القيادات الشعبية المؤثرة الموجودة في هذا المنطقة الجغرافي. الحقيقة الهدف من هذه المؤتمرات ان مرشحنا المهندس حازم عمر يلقي بيان عن ابرز ملامح البرنامج الانتخابي بتاعه، وايضا بنتناول بعض المشاكل الموجودة في هذه المحافظات، ونقدر من خلال البرنامج بتاعنا نقدر نجد لها حلول، او من خلال نوابنا اللي موجودين في مجلس النواب، عندنا 48 نائب في مجلس النواب، نتناول ايضا هذه المشاكل بالحل مع الجهات الحكوميه. الدعوه اللي انا الحقيقه وجهتها لمواطني الاسكندريه للمشاركه اليوم معنا في هذا المؤتمر، والتعرف على رؤى وافكار والبرنامج الانتخابي للمرشح حازم عمر،